هذا فيديو ديال اليوم. الجو مازال كيطيح رقيق شويه، ولكن الزلال راه عمرات الثلوج بمعنى الكلمه. شحال هذه ما طاحش بحال هذا الثلج هذا. هذا العام الحمد لله راه امور مزيانه. هذا مناظر طبيعية جميلة جدا. نحاول نشد أبعد نقطة ممكنة. الديور كلها مغطاة بالثلوج. هانت سيدي الزلال في ليلة عرسها، موشحة بالبياض. انا دابا راني فوق السطح وكنحاول نشد الزلال من الفوق. ها السطح ديالنا هو عامر بالثلج. هذا السطح الفوقاني فهمت انا. وهنا تيبان السطح، هذيك لانيش ديال الكلب ما تلاش كيدخل ليها كاع، ولينا مدخلينو معانا للدار. هنا تيبان لينا الزلال فوق السطح. نحاول نخرجو لبرا. هو تيبان عامر بالثلج. هنا قدام الدار عندنا زعما نطلعو للشارع، الشارع الرئيسي. عندك تزلقي في داك الدري. هنا سيدي الشارع الرئيسي ديال الزلال. هنا قريبا هنا في الشارع فهمتنا الشارع. زيد يا زيد. هذا الشارع الرئيسي. هذا
هذه هي الدار ديالي ها هي، يعني اللي فيها الكراج الزرق، وهذه الطريق اللي ديزان قدام الدار، والثلج عطاه الله الخيورات. شوف 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 هي كلها بيضاء، هاديك راه النبلوز كتحيد التلج، غادية جاية. هانت شوفوا ازيلال شحال فيها ديال الثلج سيدي، الحمد لله الخيرات ديال رب العالمين. هاد الشتيوا هاد الثلج غادي تعمر السد بين الودان مزيان، وغادي الفلاح يفرحوا مزيان، وغادي سيكون له ما بعده هاد الخير ديال الثلج، كله خير. الفرشة المائية كتستفاد، ولا الأرض كتشبع ماء، والفلاح من بعد ما يذوب هذا الخير هذا سيكون في سعادة. هذه هي الدار يا سيدي، على سلامتكم. هذا هو، هذا جهدي عليك، هذا جهدي عليكم سيدي، بركة صباعي.